نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراه ولقاء مع كريستو لاعب النادي الاهلي. بجدد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي وكباتن مصر، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بيكرر فوزه بعد فوزه على الزمالك باربع اهداف مقابل هدف، بيفوز النهارده على المقاولين بنفس النتيجه 4-1. مباراه كبيره جدا للنادي الاهلي، من ضمن العناصر والامور اللي النادي الاهلي استفاد بيها النهارده واحد من مكاسب اللقاء محمد الضو كريستو، واحد من النجوم المنضمه حديثا للنادي الاهلي. كريستو برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه كبيره النهارده يا كريستو، خليني ابارك لك على ادائك، ابارك لك على الفوز النهارده. مباراه كبيره وفوز غالي النهارده، تكرار الفوز على الزمالك باربع اهداف، النهارده بتكرروا الفوز على المقاولين باربع اهداف. الحمد لله على المباراة النهاردة. احنا نلعب على شعار النادي بتاعنا، خلاص الحمد لله كسبنا الدوري، بس لازم نكمل الدوري على احسن ما يكون. ان شاء الله نكمل كل المباريات بربح ان شاء الله. اول مباراة كريستو يبدأها من بداية التشكيل من الدقيقة الاولى، اعتقد مهم جدا ثقة مستر مارسيل كولر. كريستو من بعد ما رجع من مشاركته مع منتخب تونس، المستوى مختلف، الاداء مختلف، اعتقد ده امر مهم جدا بالنسبة لك يا كريستو. طبعا الحمد لله كانت مباراة جيدة اليوم، الحمد لله ان شاء الله هنكمل كده وان شاء الله هنربح اكثر بطولات ان شاء الله. اهم التعليمات الفنية اللي قالها لك النهارده مستر مارسيل كولر قبل المباراة، قعد معاك قال لك ايه، اتكلم معاك قال لك ايه؟ والله زي ما يتكلم معايا لعيب، يعني نفس التعليمات بتاعي كل اللعيبة اللي تلعب في 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 يعني استوديو جو في اللعبه نلعبها. الحمد لله طبقنا كل تعليمات بتاع المدرب وكسبنا ان شاء الله. عايز اسال كريستو، انا عارف ان اقرب اللاعبين لكريستو وعلي معلول، يعني علي بيتكلم معاك ازاي؟ انت عارف قيمه علي، جمهور النادي الاهلي بيتعامل مع علي معلول ازاي؟ قول لي الدور الكبير جدا اللي بيعمله معاك علي معلول. طبعا علي من اول يوم كان معايا، كان في ظهري دايما، يساعدني كتير، الحمد لله اللي هو موجود معايا. كريستو جرب الاكلات المصريه ولا لسه كريستو؟ طبعا. حب بقى الاكلات اللي انت جربتها المصريه كده، ويعني اديني، انت انا عارف بعض الاكلات التونسيه، لكن اهم الاكلات المصريه اللي انت جربتها هنا ويعني في مصر. ما جربتش كتير، بس اكلت فول وطعميه وحاجات كده يعني. لا خلاص كده انت خدت الجنسيه المصريه يا كريستو. اللي جاي ايه يا كريستو؟ شايف الدنيا ازاي؟ شايف الامور بالنسبه لك ايه؟ موسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، بطولات بتحققها مع النادي الاهلي. طبعا الحمد لله عندي 6 شهور من اللي جيت هنا، الحمد لله كسبنا كتير من البطولات وان شاء الله كل سنه كده ان شاء الله. اشكرك يا كريستو بالتوفيق دايما. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا مع كريستو، محمد كريستو لاعب فريق النادي الاهلي، اعتقد واحد من مكاسب اللقاء النهارده اللاعب محمد كريستو. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي.